كان برضو من الأسئلة المهمة. يعني أخت فاضلة بتقول إنه لها صديقة، هذه الصديقة على طول يعني بيكون بتنزل عليها هذه الإفرازات اللي بتنزل على النساء، وبتقول إنه هي بسبب كثرة نزول هذه الإفرازات راحت تركت الصلاة خالص، إنها كل شوية تروح تتوضأ تروح تتوضأ، في آخر الأمر راحت تركت الصلاة. بقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إنما شفاء العي السؤال. إذا أنا عندي قضية ما فيش الشريعة الإسلامية بتدور زي ما بقول لحضراتكم دايما، وبأكد على هذه الكلمة، إنه الشريعة الإسلامية شريعة الرحمة، شريعة التيسير، شريعة إدراك ما يحتاج إليه الإنسان. فمتى احتاج كانت الشريعة حاضرة بالجواب، حاضرة بما ينفع الإنسان، حاضرة ما ييسر على الإنسان حياته. وبالتالي إحنا بينقصنا بس إن إحنا نطرق أبواب طلب العلم، نسأل عشان نفهم، نتعلم عشان نعرف، إنما الإنسان يهجر الصلاة ظنا بأنه ملوش حل، وبالتالي تبقى زي ما الأخت الفاضلة بتقول أنا مش عايزاها تسيب الصلاة وتترك الصلاة. لا، الشريعة بتدور وفق احتياجات الناس، وفق الإنسان وهو مريض له أحكام أثناء الصحة بأحكامه الطبيعية المعتادة، فإذا ما انتقل إلى حال المرض كانت له أحكام كلها رحمة وتيسير أثناء وضعه في حالة المرض. فإذا ما كان مقيم بيقدر يقوم بكل التكاليف الشرعية اللي أمر ربنا سبحانه وتعالى بيها، فإذا ما انتقل إلى حال آخر وهو السفر دارت الأحكام الشرعية وفق هذا الحال الجديد. كل دي إشارات بتنبئ على مدى يسر هذه الشريعة، وتؤكد على مدى يسر هذه الشريعة الإسلامية، وأنها بتدور مع أحوال الناس وحوائج الناس في كل زمان ومكان. ومتى وجدت في أي لحظة إنك أنت في تضييق، تعرف إنه التضييق ده مش في الشريعة، التضييق ده من قبل بعض الأناس الذين يجهلون فيفتون الناس بغير علم. إنما الشريعة كلها يسر، مش معنى أنها تسيب، إنما هي الوسطية، والوسط دايما هو المنطقة التي على إحدى طرفيها شطط، لا إفراط ولا تفريط، الوسط دايما هو الفضيلة، والشريعة دائما مع هذه الفضيلة، وإحنا الأمة التي وصفت بذلك الأمر. وعشان كده هنقول للسائلة اللي بتسأل أنا بتوضأ، افرضي أنا الحالة اللي عندها دي حالة مرضية، هتاخد حكم وضوء أصحاب الأعذار. حالة طبيعية حضرتك هتتوضي وتدخلي إلى الصلاة، مش زي ما حضرتك بتقولي إنها بتروح تغتسل وإنها معرفش من نزول إفرازات طبيعية، من قال لها ذلك؟ تتوضأ. المسألة لو غير طبيعية مرضية عندها حاجتين، أولا أنها تباشر مع طبيبة وتشوف إيه علة ذلك الأمر، فإن كان من طبيعتها فخلاص هي هتتوضأ وتخش تصلي، ولا شيء في ذلك، ولا داعي أنها تترك الصلاة البتة. يا أختي الفاضلة، السلام عليكم ورحمة الله.